وليش دار 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 اللي ما نسوت شيخ تخدم مال كارلوس هو اس هو اس بليفز اندرس باش يشوف بنادم ويشوف الصحابه ويشوف الرسل هذو راه كلشي انبياء سو اس ليفز زكريا والحياه يعني بنادم اللي يشوف الانبياء يشوف كلشي قادر فوتو غير ما كاش داخل 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 زكريا كذا مقابر انا راه سيدنا زكريا سيدنا عبد القادر سيدنا عبد القادر الكيلاني كوم ده دوس مناوني ده درويش إبراهيم أفندي قادر تارك دارس مصطفى محمد كلام سليمان أفندي النبي زكريا كل شيء صلوات الله عليهم صلوات الله وسلام عليهم يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين يا رب العالمين المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا الشيء هذا راه ما ربك يعطيه غير العبد اللي يبغي انا بهذا الاخر كنحس بان والله تعالى كيحب جميع المدرسه وهذه المقامات تاع الانبياء تاع الرسل يعني مقام سيدنا ابراهيم فين بزاف فين كبر صليت فيه جوج ركعات سيدنا ايوب فين صبر كذا هو الغار ديالو فين صبر كذا هو خدمت منا ودعيت وكذا وهذه وجابني حتى لعند هنا ما كنتش ناوي كاع لان سيدنا زكريا مدخول هنا لا وكاين بزاف يعني سيدنا زكريا كان هنا كل شيء راه مدخول بزاف هو عند ذكرى سيدنا ايوب تو ايش كاين واحد هنايا والسلام عليكم.